نادي النصر بيلعب بحارس المرمى دانيال روسي، خط الدفاع أربعة من اليمين سلطان الغنام، من اليسار غسلان كونان، قلبي دفاع اليوم ألفارو، يسار متعب الحربي مع ثنائي في خط الدفاع اليوم يشاركون في تشكيلة نادي الشباب. حسان كومباكتي وميجيوارو يتواجد اليوم أياغو سانتوس. وسط الملعب حسين القحطاني مع غريغوري كريتشوفياك، على يمينهم كارلوس جونيور، على يسارهم بيتواجد كريستيان جوانكا. اليوم يلعب مهاجما هو سانتي مينا، ومن خلفه العقل الذي حكم من قبل نهائي السوبر السعودي في نسخة 21، حول في بعض الأحيان إلى 4-3-3. وضغط المرة دي من متعب، يا متعب يا من غريب غريب غريب، لعب الكرة حلوة، رونالدو رونالدو لتاليسكا، حسان، والمرة دي أياغ، لمسة في الجانب الأيسر إلى البرازيلي جوستافو، عرضية في خطورة جونيور، كومباكتي بالمرصاد إلى رونالدو، رونالدو يمرر لغريب غريب غريب، مرة ثانية جوستافو، تاليسكا هي الكرة إلى واحدة عالية عند رونالدو، الضغط مرة ثانية، وهنا المحاولة كارلو كريم في اللقطة اللي فاتت، بص رونالدو قال له خد يا ابو الصحاب، ولكن حسان كومباكتي ما شاء الله عليه، لمسة على الأرض المتعب الحربي، متعب متعب متعب، يسدد متعب، والمرة دي روسي يطلع هنا، ولكن هنا تاليسكا لسانتي مينا يسدد، وتاليسكا مرة ثانية. الشباب شوف الإعادة في اللقطة الماضية، حساته ما قرر أرساته ركلة جزاء للشباب، هل أرجنتين الشباب أم أرجنتين النصر؟ جوانكا وراسي، راح لها مع الكرة، يمرر الكرة ألفارو، لمسة إلى رونالدو، لمسة حلوة من رابو جونيور، شوف هنا كريستيانو، وبعد ما لعب أياغو عم بكمل عليه أياغو بسيطة إن شاء الله، كمل المباراة بيلعب إلى كونا، فوق الجميع، ورأسية رونالدو، يا راجل ده متعب الحرب، اتخطي على جوانكا، اتقطعت، رونالدو استلم الدفعة من أياغو، حكم ويقول خطأ ضربة حرة، شوف رونالدو بيقول له تاني، هنا اللمسة من بانيجا إلى جوانكا، شوف بيتحركوا البعض كويس ازاي، اداني يا لعيب، لسه ما كملتش كلمتي. الشباب يقدم أداء رائع إلى الغنام، الغنام صدور يلعب، لكن عبد الرحمن غريب قطعها، لمسة للحسن لتاليسكا، النصر عم تشتعل المباراة، 2-1 الأول للنصر، تاليسكا يا لعيب، بيفرق في الشباب هو حسين القحطاني، ضغط عليه تاليسكا يا راجل، عليت على العارضة، شوف هنا كريتشوفياك تاني كورة يغلط فيها، جل رونالدو كان كريم معاك، نزلت لمتعب الحربي لجوانكا بكعب القدم الى سانتي مينا لالفارو، وقدم الى الحسن، خطيره 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 خطيره، هذه الكوره قلت لك خطيره خطيره خطيره، وهذه عبيد منتدى في السريع، النصر يعود في المباراه 2-2، انهاء رائع، اول هدف الثاني، هدف كريستيانو، عرضية الى تاليسكا، لسه الخطورة، كارلوس جونيور، وحلوة من كارلوس جونيور، دامو هارب الى اياغو سان، اللي مرر الكورة الى جوستافو على الارض لرونالدو، رونالدو، صاروخ مانيرا، الثالث للنصر، كريستيانو رونالدو، 3-2-1، كريستيانو نمبر 1، يا سلام، كريستيانو رونالدو يتقدم للنصر بالهدف الثالث، طب بصوا شوفوا البصة دي تتعاد مرة واثنين وثلاثة، شريف، وهذه الكورة على الأرض مرة ثانية، جوانكا لكارلوس جونيور، يا راجل، إلى خارج الملعب وإلى رمى، لكن لويس جوستافو قطع، مرر الكورة جت عند رونالدو، رونالدو، بص هنا طفل صغير شايل، مرر الكورة، رونالدو، يسدد ضرب المرمى، في النهاية الكرة معها صافرة النهاية، النصر